اشتري له ايه تتفرج علي وانا اللي صغيره؟ يخزي العين صغيره، وقت الشغل ووقت الاكل بصيري قد الجمال. وحضرتك انظم شنتيري خانوم. يا 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 على هالكلام، اخرسوا بقى وضبوا لساناتكم اللي بده مقصص كافي. لا ترر عيونك تهر انت وياه. لك سبحان من حلل كلك نبح. امشي خلصني امشي. مين؟ يعطيك العافية خالتي بهاشم، انا عرفي زكاتي خدينا طريق فوت الخواريف. يلا لحظة معوضين. مع السلامة يا اختي. يلا معي. مشي الحال معلمي. نسلم عليك عمي ابو رضوان وعطاني هدول. ايه نعمة كريم. وين اختلمي؟ فهم مني وصال على الفرن. شوف ابو جمعة وصيته على خبزات، اذا جاهزين وديهم على البيت. انو خبزات يا معلمي؟ لسه ابو جمعة ما خبز ولا رضيف، والناس مكومين كوم كوم قدام الفرن. شو هالحكي؟ ايه مثل ما عم قلك، والناس ضجة. ابو جمعة مسكر الباب والشباك وما عم يرد على حدا بنو. وما فهمت ليش ما عم يخبزوا؟ على قولهم وهن اكذب القايلين انه بيت النار خربان. شو بده يخرب ببيت النار؟ هيك عم يقولوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب روح على البيت جيب لي الغداء، وانت راجع بتمر على الفرن مرة تانية، بركي بيكون خبزوا. مشي معلمي. تطيرها. يا الله يا كريم يا جبار يا مجير يا رحمن يا رحيم. يا سور يا رب. أما شايات دمعة تفضل أخي. الله يزيد فضلك، يسلم ودياتك، والله يكرمك يا أخي. الله يخليك يا رب. نعمة الله لا يزولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين أهلين عمي حسني. أهلين بالمهلي. شو لهلا بقى خلصوا تصليح وتظبيط هالروايات؟ بقيا كم وحدة عم نمكنهم منيح. حاكم انت ما بتعرف الطريق طويل، وهالسنة الله يجيرنا شوب أكتر من السنة اللي مضيت. معك حق أخي. نعم. بيسلم عليكم عمي أبو هاشم. الله يسلمك ويسلمه. وبيقلكم إيه؟ بتشرفونا بكرة على التهليلة. هو كان بده يجي. عندك عندك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله يحميه يا رب. هالمرة صياح إذا كان وقع راحت عليه. لك أخي مطلقين الحارة ليل نهار. لو ضل فلسطين مو أريح له وأمن له؟ الله أعلم، يمكن في براسه موال بده يغنيه. أيوه يا مولات في حكي منيح ليشوط اللبن. وإنتي شو صار معك بالفتوش؟ يلا يا مولانا قريشة قرشكم شو صايرين لك عين؟ وكل شغلكم صاير مهيصة بمهيصة. حق على زهرية يا مو. حق على زهرية. شايفة يا مو؟ شايفة شلون عم تفتري علي؟ هون ضربني وبكى وسرقني واشتكى. هلا ما تخلصوا النقرة انتو التنتين؟ هلا رح تفتحوا لي محكمة؟ مانا فاضيين للأخذ والعطا. هي أنا طبقت تمي وسكتت، سكتي بنتك بقى. هلا نقوا الأفحات وخرسوا بقى. أمرك يا مو. الله يطعمني اسمع عم نقرتكم مرة تانية، لقيمة أيامتكم وحدة تقول للتانية. سمعتي؟ وأنتي لك زهرية؟ نعم يا مو. مسكينة شو آدمية، القطة بتاكل عشاكي. مو هيك يا مو؟ إيه بدي ملص أدنيكي تمليص، إذا سمعتك تحركشتي بأختك شكرية أو بغيرها. أنا ما بتحركش بحدا ولا بحكي مع حدا، بس هي اللي بتضل. إيه يلا التهوا بشغلكم، ولبين ما عبي كيس تاني بتكون الصوان اللي بين إيديكم خلصت. أنا هي اللي بتحركش فيك لك مفعوصة؟ ها؟ شاهدين مين هي اللي بتحركش؟ ليه؟ أنت لسانك بقى ما بقى يفوت لحلقين؟ أنا ولا هي؟ ما بيكون اسمي زهرية إذا ما فتنت عليكي لأبوكي إنك بتضلي تناديني يا مفعوصة. ها طقي. الطقي؟ ماشي يا ما اجيت مبارك؟ بعزم عطور ابن خالي. عطور ابن خاله؟ ايه عبال عندك. عبال عندي يعني الادب. يا معلم يا معلم يا معلم.
شيخي؟ البابا اشتهى لك الكوساية. بس ما يكونوا خامين مثل هذيك الجمعة. ما بعرف. ايه وكمان؟ وقال بيقول لك البوط الجديد العمود مفضلة حصيرة تنفيذها محرزة. مو على عيني وراسي. بدي خدمة تحرز. جعل محلة. قافون قافون قافون. قافون قافون قافون. قرآن. قرآن. كافون كافون كافون. كافون كافون كافون. كريم. كريم. قرآن كريم. قرآن كريم. راء راء راء. مرحبا شيخي. الله يرضى عليك يا شيخ ريحان. تفضل استري. لا حاجة اليوم. بس لسه ما صار الطهر. مزبوط. بس اليوم الحارة مخربطة شوي والصابطية عم تغلي غلي فيها. عم يدوروا على صياح وبدهم يكمشوه. بس صياح رجال سكرت وما بيخاف عليه. بقى مشان هيك بدي هالأطفال يروحوا على بيوتهم أحسن ما يروحوا دعوسة بين الرجلين. وانت قلت يا شيخي يلا لأصرفهم. يلا يا اولاد الشيخ ابو العالمين اعطاكم فرصه كل واحد طب اغراضه وعلى البيت. يلا بدون صف بدون صف. يلا يلا هات ايدك شيخي. الله يرضى عليك. محمود عم يتاخر بالشي على بكره. لا تاني مره لا تتاخر يا ابني. يلا هات ايدك شيخي. اسعد عم يخربط بالقرايه. لا لا تخربط بالقرايه ابدا. امرك شيخي. هات ايدك شيخي. فوزي عم يلتهي باللعب بقى اسعد. هي ما حبيتها منك. اوعى تلتهي باللعب مرة تانية. يلا. وين عم تتخبى ورا رفقاتك وبدك تهرب؟ تعال هون لشوف. تعال هون لشوف. مين انا شيخي؟ لك انا خيالة. قرب لهون. بتقول له لابوك بيسلم عليك الشيخ ابو العالمين وبيقول لك الخميس الجاي بيكون صار عليكم خميسيتين. امرك شيخي. بتقول له شيخي بده يروح على الحج وعم يلم ديونه. حاضر شيخي. يلا. أما سمعة هاي كمان الكتاب والتعليم صاروا بالدين. شو هاد شيخي؟ شيخي هات ايدك. الله يرضى عليك يا مؤدب يا موجب. ايه سيدي هات لشوف شو في لك حكي على الحج هاشم. الحج هاشم ما عليه حكي. بنوب مربى وشاطر وحفيظ وراح يكون رفيقي بالحج بإذن الله. شيخي شيخي نحن بكرة عاملين تهليلة بعنا بالبيت وعازمين كل أهل الحارة. اي نعم عندي علم. وعازمينك أنت والشيخ ريحان. عزيمتك مقبولة وعلى العين والرأس. وبيقول لك أبي إنك تعطيني عفو بكرة. تكرم عينك. بكرة في عندك عفو. لا تجي على الكتاب وغيره. يسلم ايديك شيخي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميلة وين خجعتي؟ تعي خذي بعد مسار تغسليها برا على البحر. أوه أمري خجعتي. وأنتي نظيرة سمعي للبنات الآية اللي علمتكن ياها امبارح. خجاتي خليها هي تغسل بقدونسات انا بسمع للبنات. يا حبيبه قلبي إيه انت بده مين يتسمع لك حبيبتي؟ يلا يا ستار. هدي هدي لشوف. اهلين يا بي. هاتي ايدك. الله يرضى عليك يا بنتي. خير يا بي شايفتك راجع بكي. وانت كمان صرفي البنات لانه الحاره اليوم مخربطه شوي. يا خير شو في؟ بعدين بحكي لك. المهم صرفي البنات هلا. اي امرك يا بي. وانا كمان لروح شوف الفرن شو صار فيه. عم يقولوا انه لهلا ما خبز ولا رغيف واحد. يا شو القصة اليوم؟ خفي ايدك تقبل عيوني ما بقى الا يسهل طالع. يلا يا عمي يلا خلصت. طب خلا عيلة تأخرنا فيها كلها لقد شو بدنا نعمل بحالنا بكرة لما بدنا نطعمي الحارة كلها؟ أهل الحارة وبس؟ إيه بكرة تفرجوا عن الخلق اللي رح تدفق علينا. إيه طمني يا مو بكرة حيكون في ناس كوميات يساعدونا. هي عم نحضر كل شي من اليوم. المهم إنه ما يسود وشنا بكرة قدام الناس. وشك أبيض يا مو. والله لو بتدوري الشام بأربع تركانة لا بتلاقي لا أبيض ولا أحلى من وشك. شو ما يطلع على ابني يعاني. انت شو جاي تعمل هون؟ جاي بياخذي كل الخواريف. هلا وقتك وقت الخواريف. ما انك شايفنا مو فاضيين؟ ما انا خلي
بخاطر هالشومة. بعدين الخوارف مشانين جايين مو كرمال الحاج هاشم. إلك دعني أبور قلبي. ما بعد شانين حرام لازم أشربهم. إيش إيام معك؟ أنتي لا تطي مثل حمص الكايتين شغلك. يلا يلا هذا أكيد طالب. يا أمو الأكل صار جاهز ما بده إلا تطبيق بقى. إيه تقبريني حطيهم بالصفرطاس لبين ما أفتح الباب. ان شاء الله تستعملهم بالهنا بجاه الشفيع. تسلم ابو هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابالي سلم على الوالد. ها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتوا. اهلا وسهلين يا بشوم. استوي استوي من يا اخي. حطه هنيك خلي اختي ترتاح عليه. تشكرات يا اخي. اهلا وسهلا ومرحبا. شرفتوا. مور اخي. نحن يريد إطر ورد الشام. إطر يا سمين. ابو على عيني يا عندي أحلى عطر بالدنيا كلها. يا سوس. لحظة. أطل يا حسين. وعلى عيني. حضرتكم من أنو بلاد؟ نحن من داغستان. يا أهلا وسهلا بداغستان وأهل داغستان. يعلم الله أنكم شرفتوا الشام وشرفتوا الشاغور كمان. شوف أهل داغستان كلها تنزبوناتي. كلهم أبتلهم بشو لعندي. شم صلي على النبي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وشمم اختي كمان خليها تكسب الصلاه على النبي. نعم هذا هو مطلوب. ايه طلبكم معروف. معروف اخي. ما قلت لك انا العطر اللي عندي ما في منه بالدنيا كلها. أطر شام شريف. شام جميل. هلو كله هلو. الله يحلي أيامك بجاه الرسول يا رب. أخي إذا ما كنت غلطان هيئتكم إنه يعني متيسرين بإذن الله تعالى على الحج. إن شاء الله رايحين على الحج. ما شاء الله ما شاء الله. وأنا كمان رايح على الحج. رايح أنا وأخذ معي ابني الصغير على الحج. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ميسرة. بس 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 أخي بس أخي. شرف يا سود. هدول كتار أخي. في حلال وفي حرام. هدول بكفوا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ميسرة بإذن الله تعالى. مع السلامات. مدنيك مدنيك مدنيك. وين الغدا معلمي؟ يا كريم يا رب. بطلع يا عم الخبزة. بس الفرن ما اشتغل. شو هالحكيات؟ شو هالمصيبة؟ صارت الدنيا العصر الناس بتاكل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما قلت لي عمي ابو العز شو بدك؟ شو اخر الاخبار عندكم بالحكمدارية؟ انو اخبار؟ الكركبة يلي صايرة وشغلة صياح. ايوه بيني وبينك الحكمدارية من راسها لساسها مع اليوز باشي حلمي بيك مخبوطين قلم اي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك والمرة مالون حالين عنه لحتى يكمشوا وراح يقدروا عليه. هالشي علمه عند ربك سبحانه وتعالى. بس اللي بعرفه انه جناب الوالي ذات نفسه مشدد على جناب الحكم دار من شان يكمشوا له صياح بأقرب وقت. يا لطيف الوالي ذات نفسه. ايه ناعيمك. الله ينعم عليك. بس الوالي ماله بالعادة يتدخل بهيك شغلات. لأنه يلي سمعته السنة في بين الحجاج يلي جايين من اسطنبول ناس مهمين ومتصلين بالباب العالي. يا ستار. ايه بقى أمر الوالي بتكميش صياح وكل المشاغبين يحطوهم بالأنينة قبل ما يوصلوا جماعة الباب العالي وينقلوا للسلطان شو عم يصير بالشام. يا لطيف بقى هيك. وإذا صدق ظني لك حسني صياح عم يعمل القيل والآن مخصوص عفارم عليه بيعرف يشتغل. لك ست حلقك قبل ما حدا يسمعك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله وعشت يا صياح. طيبة على الدواء. طيبة وبردة. أهلين أهلين دعمي مستار. يا سيدي ما في شك انك ابن حلال مصفى. الله محيي اصلك عمي. لساتني عم اقول بعقلي انه نصاب بيكون بالدكان. خير عمي عاوز مني شيء؟ سلامة قلبك. بس كنت بدي بارك لك. الله يبارك فيك. بس على شو بدك تباركني عمي؟ هو انا هو بالك الاخبار ما بتصلني. انت على شو عم تحكي يا ابو العز؟
حكاية مصاهرتك لعمك أبو هاشم. أيوة الله يبارك فيك. بس ما صار شي عمي، كله حكي بحكي لهلا. شلون يعني؟ بالظاهر ما لنا عاجبينه لعمي أبو هاشم، يعني ما طلعنا قد المقام، مشان هيك شكل الحكاية. إيه لا تغلط يا نصار، لا تغلط. أبو هاشم زقرته ومعدل شروات، بعدين لو ما بده يعطيك كان ألا أشكره. هيك قولك عمي؟ إيه هيك قولي، واسمع من عمك أبو العز لا تتوهوش. شوي؟ خلصنا بقى، بالظاهر أنت ما بتفهمي بالكلام. طمني بالك ولا تحملي هم، لسه في قدامك وقت، بعدين مو ضروري العروس تحبل من ليلة العرس. وفي ناس بتتأخر 3-4 أشهر كمان. يعني مشكلتي ما فيها خوف خالتي أم نصار؟ حطي عينك وعين ربك ولا تخافي من شي. كل جمعة 10 أيام تعي لعندي لشق عليك. روحي الله يخلي لك نصار ويفرحك فيه عن قريب يا رب. آمين. ذاتن قربت بإذن الله. شو هي اللي قربت يا أم سعاد؟ يو شو بالظاهر مالك دريانة؟ لك بشو بدي أدرى إذا أنا ما بطلع من البيت؟ إيه الله يسلمه نصار، بده ياخد بنت من بنات أبو هاشم لعطوراتي. صحيح هذا الكلام أختي أم نصار؟ يا لطيفة على الحارة، ما بيتخبى عليها شي. يعني مزبوط هذا الكلام؟ يعني في هيك حكي، وما منقول غير الله يقدم يلي فيه الخير. آمين. يلا أختي أم نصار نحن منستأذن. بس ما شربتوا القهوة؟ هي تقبريني قهوتك مشروبة وعلى العين والراس. أو دعناكي. يلا إجا ابني نصار. دقيقة يا مو، خد طريق، في ضيوف بدهم يطلعوا. إيه شو علي؟ تفضل. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين ومرحبتين. يلا صبرك أختي أم نصار. الله معك، مع السلامة. أمان الله. الله معك انت كمان. الله معك حبيبتي. طمنوا. ايه لا تاخر علي ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا، مع السلامه. يا ام نصار اطلع، راحوا الضيوف. ايدك يا ام. الله يرضى عليك يا نصار يا ولد قلبي. شو هيك انت فقت ما لقيتك اليوم؟ كان عندي مطلقه تقبرني. ايه شو علي، الله يعطيك العافيه. الله يعافي لي اياك. وانا جاي على الطريق. حزين شو جبت لك معي يا ستي؟ شو ما جبتي لي سلف، الله يكتر خيري. جبت لها غرض راح يفرحها كثير. شو هو امي؟ حزير بالقوار. امي والله نطفتي لي قلبي، قولي لي شو هو. لك نفوت على الاوضه وشوف الغراض على الصندوق. يلا جود. يا مو رحمه عريبه، قولي لي شلون طالع. شلون طالع؟ شلون طالع؟ ايه طالع بتنزع العقل تقبرني. يعني بالبق لي يكون حجي؟ لك ما بالبق لك، عقبال ما اشوفك بالحج وانت عم تدور حوالين الكعبه وبروضه الرسول عليه الصلاه والسلام. برفتك يا مو، برفتك باذن الله. امين يا رب العالمين. وان شاء الله بشوفك عريس وبتجيب لي 6 اولاد وعم يشوا بارض الديار. هذا اللي يا تيتي، هذا اللي يا تيتي، هذا اللي يا تيتي. نهايته امي، بعد كم يوم رح يصل الباشا أمير الحج ورح يعنوا المسير بإذن الله. قبل ما أنسى يا أبو خير، شوفي قبل شوي كانت عندي لطفية وفهمية جايين يعزموني على تهليلة هاشم. ما قلتيلي إنه أم هاشم عزمتك وقت اللي كنتي سهراني عندها بالليلية؟ جايين مشان يقولولي روح لعندهم من على بكرة، مو روح وقت الضيوف. أوف، وليش بقى؟ على أساس إني منهن وفيهن ووصوني أعزمك إذا ما وصلتك العزيمة. لا يا مو، عزيمتهم مو مقبول بنوب. يوه ليش تقبرني؟ الرجال بيعزموهن رجال والناس مقامات. ايوه بس هنن. ولا بهاشم مو معتبرني من مقامه؟ لا يا مو، الله يرضى عليك، لا تحكي هيك حكي. الرجال لو ما كان معتبرك ما كان رضي يناسبك. رضي بالحكي، بس بالحقيقة شلفنا شلفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان قبلان ورايد يعطيني عن حقه حقيقي كان كتب الكتاب من هلا لك، على ما قال لك إن قرينا الفاتحة وساوينا الخطبة. بسيطة يا مو، إذا هذا اللي مضايقك أنا بكرة بحكي مع أم هاشم، وإذا صار لي بحكي مع أبو هاشم، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. لا تحكي معهم يا مو، لا تحكي معهم، تركيهم على راحتهم. لا يا مو، أنت قلي مين بدك من البنات لأحكي لك فيها؟ اسمعوا هالحكي، اسمعوا. أحكي لك بلطفية ولا فهمية؟ أنا شو بيعرفني؟ أنا لا شفت هي ولا شفت هي، أنت بتعرفيهم. ماشي الحال يا مو، أنا رح أحكي لك بلطفية أو فهمية، تانيات صغار يا مو. يا جناب الحكم دار، حضرتك سيد العارفين، لما بنصعب امور الناس بياكلوا شربهم رح يلتهوا بامور معيشتهم. لا يا يوز باشي، هالكلام مو صحيح. جربكم شفتوا يا مولانا، اخرنا الخبز عليهم شوي، ما عاد حدا سال عن شيء غير الرغيف. كلام فاضي، اذا بنشدد بامور الرعاشي رح يطلع لنا كل يوم 50 صياح تاني، ونحن بصياح واحد ما لنا مخلصين.
صياح شغل فرطه يا سيدنا، بس اتركني اتصرف. وصياح ما راح يطلع من الشاغور الا على قفاه. عم تحكي بالمنام. بهالطريقه يا جناب الحكمدار بنقدر نلعب بالاسعار مثل ما بدنا ونستفيد. شلون يعني؟ يا سيدي يوم مشكله الفرن العباد كانت مستعده تشتري رغيف الخبز بقد ما كان. شو بيش عم يفكر؟ لك يا فهمان يا بني ادم، جناب الوالي صار حكي معي 100 مره من شان موسم الحج، ما بده يصير في جنس المشاكل. بس هي فرصتنا يا جناب الحكمدار، فرصتنا. هلا اسمع، المجرم اللي اسمه صياح لازم ينكمش فورا. راح ينكمش يا جناب الحكمدار. والشام كلياتها لازم تمشي بانتظام، وانا اسطنبول ما راح تسكت ابدا. مفهوم؟ مفهوم يا جناب الحكمدار. روح شوف شغلك. انه هو بريء، لك بدهم يحسبوا الله ما خلقه ويسلخوا جلده على الحضر. حرام عليك حسيته لسه بصير. ارجع لورا، هذا المفروض اللي شايفه عامل حاله صغير، لك لا عم يهاب لا الكبير ولا الصغير. شوفي ليش عم تضرب الولد انت وياه؟ بلا منقوديه انت ما دخلك، روح شوف شغلك. ما دخلني؟ بقى حاطين قعدكم بقى على الولد يتيم، ما بدكم ياني اتدخل؟ بدنا نربيه ونربي كل قليل ادب فيه. ايه نعم، بلا منقوديه. ليش شو عمل بلا منقوديه؟ قال شو عمل؟ قال لك عم يسب جناب الحكم دار ورئيس الكركون، وعم يسب معلمي ابو جمعه، وشوي تاني رح يصل بلا دقني. بتقوموا بتمسكوه بتضربوه انتو اثنين؟ اتركوا انت وياه. ولا نصار انت ما دخلك، بلا من اوديه روح شوف شغلك. بدي روح روح. شو الأخبار اللي عم تصلني عنك يا حضرة اليوز باشي؟ أنا أخبار سيدي؟ أخبار المشكلة اللي صارت عندك بالشاغور. ما في لا مشكلة ولا شيء. طمن بالك يا جناب الحكمدار، خناقة صغيرة وراحت بحال سبيلها. هالكلام مو مزبوط. المعلومات اللي عندي غير هيك تماما. اللي وصلكم أكبر من اللي صار. على كل حال نحن تدخلنا رأساً وكمشنا المتسبب وسيطرنا على الموضوع. لازم تسيطروا على الموقف ضروري. ومن بعد اذنكم سيدي رح نعاقب كل اهل الشاغور. شو عم تقول؟ اي نعم سيدي، رح نعاقبهم عقاب نحن نستفيد منه. ما عم بفهم عليك، شلون يعني؟ وضح كلامك. رح نزيد سعر الخبز. شو عم تقول؟ زيد سعر الخبز؟ لعمة بقلبك، شو جديد؟ طول بالك يا جناب الحكمدار واسمح لي اكمل كلامي. لك انو كلام هذا؟ انو كلام؟ رح نصطاد عصفورين بحجر واحد. هالفرصه فرصتنا يا جناب الحكمدار. اهل الشاغور عارفين انه في قدام العقاب، ورح يلاقوا رفع اسعار الخبز اهون. معقول؟ انا رح رتب اموري وكون مسؤول امام جنابكم. شرط بدون مشاكل وانت المسؤول. تحدى امر جنابك سيدي. طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعه الخير، طولوا بالكم. ولايمتى بنطول بالنا شي فيه؟ هي رفعوا سعر رطل الخبز بطلين. مظبوط. هلا فهموني، مظبوطه هي قصه الخبز؟ انا بجاتي رحت اشتريت خبز، حسبوني على السعر الجديد. شايف لكم هلا ابو جمعه عم يشتغل على كيفه. طبعا. قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما في مين يردني، الكراكون مطنش وهو فلتان على كيفه. هالكلام هلا ما له لزوم، وهالمشكله باذن الله الا ما نلاقي لها حل. شو بدنا نلعب يا شيخي؟ يعني نروح نسرق لحتى نشتري خبز؟ اعوذ بالله، ما وصلت الامور لهالدرجه يا ابو حرب. طيب ومشكلتها التكميش ورمي الناس بالحبوس على ابو جناب، شو اخرتها؟ حرام، شو صاير بالدنيا يا جماعه الخير؟ اخي مالنا غير كبارية الحاره، يروحوا يشوفوا رئيس الكراكون.
وشو بدهم يستفيدوا من شوفة رئيس الكراكون؟ أخي بيحكوا معه يتفاهموا هن ويالك. إذا لزم الأمر يقابلوا الحكم دار، يقابلوا الوالي يا أخي. وهيك رح يكون، بدنا نطرق كل الأبواب وبإذن الله تعالى بدنا نحل هالمشكلة، مو هيك شيخي؟ معلوم. وحدوا الله يا جماعة وتيسروا على أشغالكم، بالعياط والشوبرة ما بينحل شيء، بالهدوء والتروي كل شيء بيصير. يا رب من تأنى نال ما تمنى. يا الله يا كريم، توكلوا على الله إن شاء الله الله بيفرجها يا رب. صلحي امشي معنا. يلا سيدي يلا. تشريفاً على عيني وراسي، لكن شو طالب الإيد؟ أنا عبد المأمور. بس هذا الشيء ما بيجوز يا حلمي بيك. شو بدك يعني يعمل؟ خالف الفرماني اللي جاني؟ حال الناس عدم يا حضرة اليوز باشي. أنت مالك غريب عن الحارة، بتعرف كل أحواله. حلمي بيك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا جماعة يا جماعة، صدقوني أنا واقع بين نارين. أوامر السرايا من جهة وأحوال العباد من جهة تانية. مالكم يمين علي تحلفوني؟ أنا لما قريت الفرمان حسيت عيوني رح تطلع من وجهي يا رجل. طيب والحل يا حضرة اليوز باشي؟ نحن قاصدين رب العالمين ثم قاصدينك. وجنابك صرت واحد منا وفينا، وأهل الحارة أهلك. بصراحة أنا متعاطف معكم، وبعتقد إنه في قدامكم طريق واحد بس. وشو هو هذا الطريق الواحد سيدنا؟ إنكم تواجهوا جناب الحكم دار ذات نفسه. نواجه الحكم دار؟ وأنا بقبل لكم اللقاء وبكون معكم. يعني هلا انت غشيم عن جناب الحكم دار يا حلمي بيك؟ احنا من غير دفع بنرقص. طيب بخصوص نصار والشباب اللي كمشتون، شو صار؟ بالوقت الحاضر عم نحقق معهم. يا حلمي بيك، طوشه صارت وانتهت، مشان شو التحقيق؟ يا ابو هاشم، ما بدنا نعرف اذا كان صياح في له يد فيها. ايوه راح عم بالنا انه صار في عندكم حجه تتحججوا فيها. انه منين طلع لنا حضرته بصيرة سيارة؟ شايف والله؟ الله يخلي لك يا ابو هاشم. يوسف ماشي حلمي ما بيحكي سيرة الا اذا كان عرفان ليش عم يحكي. شو قصدك شايفي؟ قصدي انه الاخ عم يتهم اهل الحارة بانه واقفين مع صياح وعم يستروا عليه. العمى نحن عم نستر عليه؟ اكيد هو هيك عم يفكر. إيه انا واحد من الناس من وقت ما هرب من المحكمه وقالوا انه شد على فلسطين، إيه ما شفت صوره وشه يا جماعه. ما حدا شافه يا عمي، ما حدا شافه. انا لحد هالساعه هاي ماني مصدق انه صياح رجع على الحاره. بتعرف ليش؟ لانه شغله ما بتتصدق. لك ما بتتصدق ابنه. اخي ابو صلحي، اخي ابو صلحي. عن اذنكم لحظه، اذنك معك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صار شو جابك لهون؟ شو جابني؟ بدي روح شوف شو صار بابني. هلا كنا بالكراكون وعدنا اليوز باشي انه رح يطالعوا لنصار هو والشباب اللي معه. وليه على اسمي نصار خرج حبوس؟ مو حرام؟ ما بصير هيك تعملي بالحاره، ما بصير. شو ما بصير؟ انا ما بروح البيت الا اذا كان ابني معي. اختي من نصار، توكل على الله ورجع على بيتك. نحن ما رح نتركه لنصار، وباذن الله تعالى ما بصير الا كل خير. يلا توكلي. امشي على بيتك، امشي. يلا توكلي على الله. يا باح يا عرق التفاح، اجى العصفور ليتوضى لقى بريق فضة خطفه وطار. هاي طنجرته وهي كبجايته وهي معلقته وهي شوكته وهي كفكيره، ودب الليلة دب الليلة دب الليلة. كل 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 بدي أكل العشاء يا شباب. بدي أكل. يكبر عيوني، شو بحبك وبحب ملاعبتك. بحبك حياتك طبعاً يا مو. تشكل آسي بدياتك. خليك الحكاية على عيني سنبراسي. شو بحكي لي بدك إياه؟ خليه يلي على كيفك. خاني احكي له حكاية بنت عين الشمس. ما دخلك انت، قومي على غرفتك خليه هو يحكي الحكاية على كيفه. حكاية بنت عين الشمس كتير حلوة. انت ما دخلك عم اقول لك، قومي على غرفتك خليه هو يحكي الحكاية على ذوقه. هلا رح تعملوا لي ناقردي انتوا اثنين. معلش اختي تركيها لعلي، انا بعرف داويهم. كيف وصل علي؟ وصل الله يرضى عليكم.
قاعد من قطه صغيره انت. انا يا حجي منيح الحمد لله. الله يمسيكم بانوار الشفيعه. اهلين وسهلين. اللي لشوف شلونه اليوم الحجي صغير؟ مبسوط كثير كثير، وكان خالي هلا عم يلعبني باه يا باه، وكان بده يحكي لي حكايه كمان. ايوه لمتى اجيت انا قلبت لكم المنقله كلها. يلا حاشك لعب اليوم. هاشم امل يرضى عليكي، بدنا كاستين شاي خمير انا واخوك ابو حسني. اي مو على عيني وراسي. هاشم خذي الاولاد معك، بدنا نحكي كلمتين انا وابو حسني لحالنا. يلا يا مو يلا تعال. يلا حبيباتي يلا. خير اخي هاشم؟ في شيء؟ خير خير، خلينا نقعد جوا. تفضل. والله شغلت لي بالي. الله لا يشغلك بال، باعتبار قرب وقت المسير للحج حبيت اقعد انا وياك احكي معك كلمتين يعني. تفضل. ايه يا رب يا كريم. امرني اخي باشي. اخي اللي بدي اقول لك اياه انه انا مالي وصيه غير ام هاشم وهالبنات. شو عم تحكي انت يا ابن الحلال؟ عم توصيني باختي؟ بعدين هدول البنات بناتي من لحمنا ودمنا يا ابو هاشم. اخي انا عم اقول لك الكلام لانه مثل ما لك شايف احوال البلد ما بتطمن. شايف؟ شايف على الشيء اللي عم يصير؟ وهذا رئيس الكركون عم بيلعب لعبه اللهم عافينا، ما حدا بيعرف نتيجتها غير رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. لذلك بدي اياك ما تقصر على هالبنات بشيء الله يرضى عليك. باطل؟ انا قصر يا ابو هاشم؟ بعرف انك قد وقدود يا ابو حسني، بس حبيت اذكر عمي قال لا تبيع برخيص ولا توصي حريص. تسلم يا ابو حسني. بأحوال البلد، بالأحوال اللي وصلنا لها. ما عرفت ليش ما طالعوا نصار ورفقاتهم الكركون الليلة؟ آلام حقوا معهم، خايفين يكون لهم علاقة مع صياح. الله يعينهم نصار، كيف بدها تمضي عليها هالليلة وابنها بالحبس؟ يعني أنا أنظام عليم الله مشغول بالي عليه كأنه واحد من أولادي. ما بعرف يا أم هاشم ليش دايما الدوم بحس كأني أنا مسؤول عن هالولد. وانت شو طالع بإيدك؟ انت عم تعمل اللي عليك وأكتر من اللي عليك. آه يا بنت الحلال آه. ولي على قلبي إن شاء الله الآه عم تطلع من سمسومة قلبك. لأني خايف يا أم هاشم ما عاش ولا كان الخوف تقبر عيوني. انت ابو هاشم اللي الناس كلها بتشهد لك بسكرتية يطلع من تمك هالكلام. لانه هاي هي الحقيقة. اذا كان يكذب على حالي كمان. يو باي انت الشغل جد. احكي لي يا رجال شو اللي مخوفك؟ خايف عليكي وعلى هالحريبات. ليش صاير علينا تقبرني؟ الحارة قايمة قاعدة وما حدا بيعرف شو رح يصير. توكل بالله يا رجال، اللي رح يصير على كل هالناس رح يصير علينا وقلنا بسعر غيرنا. صراحة لو ما كنت ناوي الحج السنة والنذر اللي نادر لهاشم لازم ينوفى كنت أجلتها للسنة الجاية. لا الله يوفقك لا تأجلها، نشفت عيوننا لشفنا هاشم هالقد. لا إله إلا الله. يا كريم وين رايح تقبرني؟ بدي شق على هالولاد وعلى هالبنات. وأنا لأقوم أعرض على هاشم قبل ما يغفل. إيه زكاتك ناولين يا شحاطة. حاضر سيد راسي. فهمية؟
زعلانيه. قومي هلا لسه بكير عنه. اختي ناقصاني وبدي نام. امي بلا غلاظه، لكن في شغله عم تحكوا شو ببالي بدي اسالك عليها. قومي. نعم شوفي، انت انتبهتي على تطليعات خالتي ام نصار لما كانت عنا اليوم؟ ايه على شو بينتبه؟ تطليعات هاشي. يا هاشي قوم تقبرني، قوم قوم تعمل ثانية. قوم ايه معلش تقبرني، تعمل هلا ترجع بكفي. قوم الله يستر عليكم بستره. جاء كل الأنبياء والمرسلين. تفضلي، شبه تطليعات خالتك من الصار؟ كانت عم تقيسك من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وكانت عم تفلي كل شقفة ببدنك تفلاي. أنا ما شفت أي شي، بس يلي شفته كأنها كانت عم تتميز كلك. لا حبيبتي، كانت عم تتميز كلك أنت. طيب وشو معنات هالشي؟ شو معنات هالشي؟ يعني بدنك شو قوية. الله العليم الله العليم، خالتي ام نصار حاطين عليكي وبدها تاخدك لابنها نصار. اذا بدها تخطب بتخطبك الك، مو انتي الكبيره؟ ولو كان حاكم، انا سمعت تلطيش حكي من ابوكي انه مستعد يعطي لنصار البنت اللي بده اياها. اطمني ما رح ياخد غيرك، لانه انتي ونصار لابقين لبعضكم كتير. تصبحي على خير. تقبرني كل ما بتفوت بتعصى. شو فيتم تقبرني؟ ماما حوليني. لا انت صرت شب وبعدين رح تصير حجة. امشي هاشي فرفر هاشي بعت له طير الحام وريشاته يا صباح الورد والفل والياسمين. يسعد صباحك ابو حرب. شو شايف في تاخير على الخبز؟ لا لا عم يخبزوا ويبيعوا، بس يعني كل حين ومين ليطلعوا لمرض الخبز. ايوه لك رح اعطيك، رح اعطيك العمه كل العيله تبعكم. هي خلاص لا تقرني بعد الصباح نسيك. رون علي قرب انت، انت مو دورك رجاء، دور ابو سعيد سكجا. نسيك ابي، نسيك يا فتاح يا علي. وإن شاء الله الحي رجعوا وسعر الخبز مثل ما كان. منين يا حسرة؟ الله يستر ما يزيدوه كمان. لعمة لك على الحالة اللي ما معه شو بدي أكل؟
بدها ذكاء يعني بياكل هواء.